بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها.
الشام.